الدوسي. مرحبا بكم من جديد، هذا برنامج الدوسي من توا حتى للخمسة متاع العشية. موضوعنا هو الشعوذة والدجل والتطبب وإيقاع الناس في وهم الحصول على خدمات خارقة من ناس خارقين ذوي إمكانيات و طاقات استثنائية. هذا موضوعنا اليوم. إذا كان أنتم تعرضتوا لعملية تحيل من طرف مشعوذ أو دجال أو حكيم روحاني أو مدعي طب، تنجموا تكلمونا على 31 328 330. نعود الرقم 31 328 330. أستاذ زهير بن جنيد، باش نعطيك رقم ما نعرفش يكون صادم ولا رقم طبيعي في نظرك. 145 ألف شخص في تونس يتعاطوا مهنة قريبة من الشعوذة والدجل والعرافة بمختلف التسميات. نجم يكون عنده تسمية أخرى خلاف عراف أو منجم أو روحاني أو ما شابه. الرقم هذا يخبر عن حقيقة وعن واقع في المجتمع التونسي، أنه المجتمع التونسي هش من الناحية النفسية، ومجتمع واقع في حالة من العجز أو اليأس اللي تخليه يلقي بنفسه في متاهات الغيبيات. نعم. الحالة هذه طبيعية أم حالة مرضية في المجتمع؟ شوف، هو في علم الاجتماع يعني من الصعب التشخيص يعني باستعمال مفهوم المرض. يعني المجتمع ما يمرضش، المجتمع يمر بأنساق كبرى للتحول، وفي إطار تلك التحولات تحصل أشياء أحيانا سلبية وأحيانا إيجابية. ولكن ربما الكلمة المفتاح هي كلمة الهشاشة. الهشاشة بالمعنى النفسي والاجتماعي. أولا التطبب والشعوذة وكل ما عنده علاقة بالسحر وبالغيبيات، هذه هي مسألة معروفة في ممارسة الإنسان منذ القدم، يعني من العصر الفراعنة، ويعني المسألة موجودة. ولكن في العصر الحديث هناك مجتمعات حسمت هذه المسائل، حسمت إلى درجة كبيرة جدا، لم تنتفي فيها تماما هذه الممارسات، ولكن بقيت. أنا ربما نذكر حاجة، أنه جاك شيراك كان معروف، كان أنه يرتاد على منجم في 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 توزر إلى إلى في تونس، في تونس يعني طبعا في تونس، تونس عنده سمعة عالمية في التنجيم وفي العرافة. يعني هذا عرف عنه باعترافه، وكان كان كان يسمع كلامه، كان يعني يتردد عليه حتى لتونس. هناك عدة زعماء معروفين يعني يتبركون ببعض الناس اللي يعتقدون أنهم عندهم بركة أو عندهم شيء من هذا القبيل. المجتمعات أخرى حسمت المسألة. يعني في أمريكا المسألة الممارسة موجودة، لكن الاختلاف وين؟ الاختلاف في درجة الاعتقاد فيها. قد تمارس ويعتقد فيها من قبل 1%، وقد يعتقد فيها من قبل 80%. مثلا أنا ربما على سبيل تعليقا ربما على كلام الأستاذ صاحبي والأستاذ مراد، وعلى سؤالك فيما يخص تعامل القانون، القانون التونسي يجرم أشياء، ولكن المجتمع قد لا يجرم ما يجرمه القانون. بمعنى مثلا المهنة هذه مهنة التطبب، يعني مهنة مجرمة بالقانون، مع ربما ما يمكن أن نعلق على الجريمة، ولكن المجتمع يعتقد فيها لا يجرمها. يعني كل الناس مثلا يجرمون بيع الخمر خلصة، ويجرمون بيع العمل الجنسي مثلا، ولكن النسبة كبيرة جدا من المجتمع لا تجرم عدة مهن أخرى هي في النهاية مهن ممنوعة بالقانون تماما مثل بقية المهن الأخرى. إذا المسألة حتى وأن يكون النص موجود، هذا لا يعني وجود النص القانوني لا يعني أن المجتمع يحترم ذلك النص أو يتوافق معه. فما سؤال هنا يطرح ربما أستاذ، يقول لك لما السلطة تكون بشكل من الأشكال متورطة أو مورطة في مثل هذه الممارسات، بمعنى أن هي تغطي على هذه الممارسات لأنها منتفعة بها بشكل حتى غير مباشر، هل أنه هذا تفسير عنده معقولية؟ شوف، عنده معقولية في أحيان ما. نعم، مثلا اليوم عندنا 145 ألف، يعني الرقم ما نعرفش أنه من جبته، ولكن على كل زملائنا في الأسبوع، يعني الرقم موجود، فليكن حتى نصفه، مش حتى 140 ألف، حتى 70 ألف. أذوم 70 ألف يتعاطون في مهنة مجرمة بالقانون ممنوع، يعني يفترض أن السلطة تتحرك مباشرة بناء على تصريحك، تو تمش تلوج على 70 ألف ولا 140 ألف. ولكن الدولة نفسها، المؤسسات التابعة للدولة تجد نفسها هي نفسها داخل هذه المنظومة العامة، المنظومة الاجتماعية العامة التي تجعل الشخص يكري الواحد باش يستعمل محله للعرافة، والآخر يخلي ولده ولا بنته تمشي باش تتطبب عند شخص
وقد يعطي حتى ولده باش يلقى به في النار كما تول الحكاية اللي كنا نسمع فيها. إذن هذه ممارسات مرتبطة بعقلية المجتمع وبذهنية المجتمع. ما يتفق عليه في هذا الجانب هو أن الفئات الأكثر هشاشة نفسيا واجتماعيا هي الفئات التي تعتقد بشكل مباشر في مثل هذه الممارسات. تأكيد لكلامك أستاذ في كتاب سعيد الحسن عبدولي في اللي حكاه كتب في موضوع السحر في المغرب العربي، يقول أنه في المغرب العربي مثلا مسألة السحر هي قناعة وإيمان واعتقاد ووسيلة وطريق لتغيير الواقع وتحسين الحال عند البعض. لكن الفرق بيننا وبين المجتمعات الغربية أنه في الدول الغربية السحر هو تسلية ورغبة في معرفة المستقبل لا أكثر. طبعا صح صحيح صحيح. يعني المعتقد الشعبي، معتقد الشعبي، الشخصية العامة تجعل النمط المسيطر، المعتقد المسيطر هو المهيمن، هو معتقد يميل أكثر إلى الاعتقاد في الغيبيات ويميل أكثر إلى الاعتقاد في الحظ. رأوا شوف ثم مسائل مرتبطة عندها علاقة بالشخصية القاعدية للتونسي، عندها علاقة بديننا، عندها علاقة بأخلاقنا، بثقافتنا، بتربيتنا التقليدية، شنو على شنو تعلمنا، ثم بتحولات المجتمع. نعطيك مثال اليوم ما يحدث في تونس في السنوات الأخيرة، هناك نسق تغير كبير جدا، ثم تغير كبير سياسي اقتصادي اجتماعي إلى آخره. هناك فئات متعددة انتفعت وهناك فئات أخرى تضررت. مش بالضرورة الفقر هو مباشرة يؤدي إلى مثلا إلى الحرقة مثلا، كما زاد مش بالضبط الفقر يؤدي إلى الاعتقاد في التنجيم أو في السحر أو في كذا. هناك ناس خسروا يعني ملايين، مش ثروات كبرى، عائلات كاملة راحت ضحية الاعتقاد في شخص أوهمهم وباعهم وهم في أنه يملك القدرة أنه ثرواتهم يدوبلها ولا يضربها في ثلاثة أو في أربعة. إذن المسألة مرتبطة بمدى صلابة الشخص وتعاطيه مع الواقع، الواقع كيف ينظر للواقع وكيف يتعاطى مع المشاكل التي تواجهه. أستاذ لما المدعي أو ممارس العرافة أو التنجيم يقنع حرفائه أو الزوار متاعه أنه عنده قدرة على التواصل مع الجن، والحديث إلى الجن، وفك السحر عبر التعاون، أو يعني فما خدمات يقدمها الجن لهذا الشخص لأنه عنده كرامات وعنده قدرة إلى اللولوج لعالم الجن، هذا العالم المخفي. استعمال يعني مكونات غريبة مثل جلود الزواحف، وحتى القرآن، حتى القرآن يعني النص القرآني يستعمل من أجل الإيهام بقدسية الفعل التنجيم وفعل العرافة اللي يقوم به الشخص هذا. يعني لما المواطن العادي البسيط اللي هو يعيش حالها من الهشاشة النفسية يعني يكون أمام معطيات من نوع هذا، أمام هذا العالم الغريب، العالم الميتافيزيقي، العالم اللي كله ألغاز، ويجد شخص يتحكم أو يدعي أنه يتحكم في هذا العالم وعنده قدرة معناته أنه يتواصل مع العالم هذا، هذه من الآليات الناجعة جدا لدى مدعي العرافة أنهم هما يعني يوقعوا بحرفائهم. هو شوف، هو مثلا مش واحد يعني يتعاطى هذه المهنة ويقول أنا منجم وإلا أنا ساحر وإلا أنا مشعوذ. طبعا هو مش يقول لك أنا حكيم روحاني، أنا معالج بالقرآن، أنا معالج روحاني، أنا مقتدر في الأمراض الجنسية، ومقتدر في فك السحر، ومقتدر في معالجة العقم، ومقتدر في جلب الرزق. هذا الادعاء، يعني كل الادعاءات هي تخلي إنسان عنده أكثر شوية من لازم يعني طموح زايد شوية، يعني يسقط مباشرة في الفخ. بمعنى أنه الإنسان وقت اللي يمشي يكون مستعد نفسانيا، يكون عنده استعداد نفسي من الداخل أن يتقبل مثل هذه الأوهام أو مثل هذه الأحلام أو مثل هذه الوقائع، لأنه أحيانا يتم تحضير، معناها يعني أوركستراسيون كاملة، تحضير عمل سيناريو إخراج إلى آخره إلى آخره، بطريقة أنه يجد عليه الإنسان يتيح في ما يعني يتم إعداده له. بمعنى الاستعداد النفسي مع هذا الشخص اللي يمتلك عادة قدرات كبرى على التغرير بالناس وعنده قدرات تواصلية وعنده طريقة معينة، مش أي إنسان ينجم يكون يعني مشعوذ. كل هذا يخلي الإنسان يطمح، يعني كل إنسان يمشي عنده مشكلة سواء كان نفسية أو عنده مشكل جنسي، لأنه مجتمعنا زاد من الناحية الأخرى راهو نفس الشخص الذي يقبل بأن يذهب لمتطبب أو لمن يدعي الطب
لمعالجة أمراض جنسية أو نفسية، وأحيانا تذهب العائلة كاملة، نفس الشخص ونفس العائلة أحيانا ترفض الذهاب إلى معالج نفساني، وترفض أحيانا أنها تمشي لأهل الاختصاص، لأن المسألة مرتبطة بنسق ثقافي معين زاد. لأنه نقبل اجتماعيا، تقبل أنه إنسان يكون مسحور فمثلا عنده مشكلة على الجنس لأنه مسحور، ولا نقبل في مخيلتنا الثقافية أنه إنسان يكون عنده عجز جنسي بيولوجي مرتبط بشكل بجانب عضوي مثلا، جانب عضوي. إذا أن المسألة هنا مسألة ذهنيات، مسألة الناس كيفاش تفكر من الداخل. نقبل بأن أنه مرأة نقوله مسحورة وبالتالي نعطيها لساحر يداويها لمشعوذ، ولا نقبل أن نقول أن هذه المرأة تمر بمشاكل نفسية تتطلب العلاج النفساني، تتطلب التردد على طبيب نفساني مرة واثنين وثلاثة وأربعة. وهذاك المجتمع ككل يرفض الذهاب في الاتجاه العلمي لمعالجة مثل هذه المشاكل اللي هي كلها أنا سميتها بالعاني معنا. السحر هذايا والجنس والعقم وجلب والسفر وتسهيل السفر، مثلا واحد يحب يمشي للدنمارك ولا لبريطانيا يختم، يمشي لساحة باش يوصلوا للدنمارك، هو في الدنمارك غادي، يعني هي مجتمعات لائكية لا تؤمن لا بالسحر ولا بالدين ولا بأي شيء، يعني انت اربط بيناتهم، يعني من يريد ان يسال احيانا حاجه تضحك، يعني هو في نفس الشخص اللي يحب يمشي للنرويج ولا للدنمارك ولا لتايوان ولا لهونغ كونغ، نفس الشخص هذا يذهب لشخص باش يسهل له السفر او باش يجلب له الرزق، مقتدر في انت حل الجرايد تو تلقى الناس هذوما عندهم كلهم القدره على جلب السحر وعلى فك ال معناها العش يسموه الرباط والحاج كما هكا، اللي خاصه في مسائل الزواج فك العقد، فك العقد بلا، لانه زاد نفس المجتمع نتاعنا الذي يعني يعتبر من تتجاوز عمر معين يعتبرها عانس، ولكن نسمح للرجل ان يتجاوز ذلك العمر بعشرين سنه ولا نعتبره عانسا زاد ذكورية المجتمع. اذا هذه مرتبطة ايضا بالمجتمع. اذا حط انت اي انسان عنده هشاشة معينة اقتصادية او نفسية او عائلية او كذا، حطه في وسط هذه الضغوط الاجتماعية، ستجده يحصل في فيما ينصب له من كمان. استاذ، من خلال يعني القضايا اللي تعرضت قدامك واللي عينتها، شنو هي اشكال التحيل؟ معناتها كيفاش العراف او المنجم يقنع الحريف او يوقع بالحريف في الفخ نتاعو؟ بطبيعة الحال هي توا الاساليب التحيل عديدة ومتنوعة، يعني بشرت العديد من الملفات، ممكن ثم ملف كنت نحكي يا سي مراد عليه، يعني الامر يتعلق بجريمة الزنا، وممكن تسألوني تقول لي شنو علاقة الزنا بالتطب؟ يعني هذا السيد هو عراف مشعوذ يدعي العلاج الروحي، ويدعي انه بامكانه انه المرأة اللي هي ماشي قادرة على الانجاب انه تصبح قادرة على الانجاب. يعني السيد عندما يؤتى بامرأة اليه لمداواتها لعلاجها يمارس الجنس معه، ويوهمها بأن هذه العلاقة الجنسية اللي هي غير مشروعة هي السبيل الوحيد حتى تشفى. المرأة هذه اللي نحكي عليها بعد ما صارت العملية الجنسية وأنجبت فعلا، تفطن الزوج بعد تقريبا جي سنتين أو ثلاثة عند إجراء التحاليل الجينية اللازمة إلى أنه هذا الابن ليس ابنه، والمرأة انهارت واعترفت بأنه هالمشعوذي أوهمها بالقدرة على الإنجاب عبر الاتصال الجنسي معه. الثاني شيء المشعوذ هذا معروف، يعني معناتها عنده صفة، أكيد أكيد أكيد، يعني توا مش نجي ونحكيه على ظاهرة كمال المغربي، ولا مش نجي ونحكيه على قناة خاصة اللي هي تشهر للعرافين، وبطبيعة الحال والسلطة متاع انفاذ القانون غائبة تماما. يعني توا كنا نحكيه على انه هؤلاء الأشخاص حكاسي مراد على انه معروفين، يقول لك انا نزل في خدمات ويتحصر على اللابتين ده ومحمي مع القباضة. احنا شوية اخر استاذ باش نحكيه على كيفاش الدولة ترخص الناس هذوما، لكن باش الناس تفيق وباش الناس يعني تكون عند حد ادنى من الوعي. سيد المخرج يقول لي وقت الاخبار حان، لكن بعد الاخبار استاذ نجم نحكي في الموضوع هذا، نجم نحكي على الحادثه هذه، حادثه الزنا اللي مرأة تقع ضحيه زنا بسبب عجز او ياس او حاله نفسيه ربما هشه تخليها يعني تلقي بنفسها في المجهول مع ربما ناس، هي اغتصاب مش حتى ربما حتى اغتصاب. تكيف القانون شويه خير مع الاستاذ ينجم ربما يوضحوا لنا المساله، لكن الاليات والتقنيات والحيل الخدع اللي يقوموا بها العرافين هذوما
باش نحميو الناس اللي تسمع فينا وباش نوعيهم وباش ربما نخليهم على بينة من الشيء اللي قاعد يقع في هذه الغرف المظلمة في هذا العالم الغامض، هذا العالم المحاط والمحفوف بالألغاز. فلاش سبور فلاش نيوز مع الزميلتين ملك اللومي ودلندا ترابلسي.